رجعنا لكم تاني بعد الفاصل والجزء التاني من حلقتنا النهارده. وزي ما قلنا لكم في الاول اكتر كلمه اتقالت في الفقره الاولانيه كل شويه نقول ايه؟ متفصله متفصله متفصله. لسه بالتاكيد هتتفصل حالا. يبقى بالتاكيد ضيفنا هيتكلم عن حاجه تخص التفصيل. وبما ان احنا نتكلم عن حاجه تخص التفصيل لازم نعرف ايه قصه التفصيل. تعالوا نعرف ضيفتنا النهارده استاذه جيهان صديق، مدير اكاديميه لتعليم السيدات اعمال الهاند ميد، صح كده؟ تمام. استاذه جيهان صباح الخير عليكي والحمد الفل. لله على سلامه حضرتك. الله يبارك. صباح الفل، صباح الجمال، وعلى المصطبه النهارده معانا منورانا. نورك نورك حضرتك. يا قلب منورانا. يعني تفصيل وجمال التفصيل ما شاء الله. دنيا كبيرة. ما شاء الله. واضح انها حاساها موهبه اكتر واحساس انك عايزه تتعلمي. وبقالك قد ايه في الموضوع ده؟ انا بقالي كتير في الموضوع ده، هو اساسا دراستي كانت في البدايه، بس مجال ان انا افتح اكاديميه واتجه ان انا اعلم الناس ده. اكاديميه يعني عندك مجموعه بتعلميهم هاند ميد ولا تفصيل؟ لا، جميع اعمال الهاند ميد. ما شاء الله. جميع اعمال الهاند ميد، يعني هي الاكاديميه مخصصه ان احنا بنتعلم باترون، خياطه، فاشون، ازياء، جلود، صناعه جلود، اكسسوار، حاجات كتير. احنا بنشوفه ايه؟ بترسم وتقعدوا ترسموا وتعملوا الكلام ده وتعمل؟ استاذه في راجل قاعد معاكم. طيب انت والله تاني قول قول نفسك فيه. انا بسالها اصليه. دايما الموضوع ده واخدني بصراحه. انا ما اعرفش يعني ايه هاند ميد. يا جماعه انا ما اعرفش يعني ايه هاند ميد اللي انتوا بتتكلموا ده. شاورلي بس وانا هترجم. ايه يعني ايه هاند ميد؟ هو اسمه هاند ايه الاول؟ هاند ميد. هاند ميد يعني بصنع بايدي الحاجه. ايوه كده. انا مش عارف يعني انت بتقولي هاند ميد وجلود وبتاع. انا اعرف الاول يعني ايه. لانه اول حلقه عمال يتريق يقول لك يعني ايه هاند ميد. طيب ودخلتي يعني ايه حضرتك هاند ميد؟ بالراحه كده. هاند ميد اولا حاجه مثلا نتكلم عن التفصيل، ازاي بنصنع الملابس. تمام. ازاي بنصنعها؟ بنصنعها عن طريق كذا خطوه، الباترون والفاشون ودنيا كبيره كده. تمام. ده الملابس. في معايا الجلود، الجلود اللي هي مثلا صناعه حزام او محفظه رجالي او شنطه. يعني هو صناعه يدويه باليد. صناعه يدويه باليد. باليد. اي خامه صح؟ انت كده على كلامك ده باي خامات كمان ممكن تستخدميها؟ كل حاجه وليها خامتها، يعني اكيد التفصيل بيبقى للقماش، الجلود، جلود طبيعي او صناعي. بتقسميهم ازاي؟ يعني هل مثلا انا دلوقتي جايه عندك الاكاديميه وهتعرفي انا بحب ايه؟ بقعد معاكي وبتكلم وادخل جواكي كده. لا والله. واشوف انت حابه ايه. عليك والله. يعني اغلبيه اللي بيجيني في البدايه بيجيني ان هو عايز تفصيل. كل البنات دلوقتي عايزه تتعلم التفصيل، تبقى فاشونيستا بقى كبيره وليها براند. بس مع كلامي معاها بلاقي ان هي لا، حبت حاجه تانية، ان هي مثلا مياله للجلود، مياله للكروشيه. انت يعني بتدخليهم الاول يشوفوا كله صح؟ لا يعني ما بيشوفوا كله عن طريق البيدج وصفحتي وبيشوفوا الحاجات. أنا أقصد دي ممكن اكون انا شايفه نفسي مثلا هعرف افصل، وبعدين عجبني قوي شغل الهاند ميد مثلا اكسسوارز وكده، فوانا جوه ممكن اغير ولا بجرب كل كورسز عندك الاول؟ لا انا بفهمك من كلامك. لا بفهمك من كلامك الاول. انت حابه ايه؟ بتشتغلي بايه؟ حاسه ان مجال الباترون والتفصيل عايز بال طويل، فاللي بحس ان بالها مش طويل ده لا، بيبقى عادي شويه عن المجال التفصيل ده شويه. في الكروشيه بقى عايز صبر، عايز واحده بتقعد. يا سلام. لا صرت بتقولي من البدايه، احنا عايزين نروح قبل البدايه. قبل البدايه. حضرتك ازاي اتجهتي لهذا المجال؟ اتجهت ازاي؟ ليه بقى حضرتك؟ انا بسال السؤال ده لان الناس اللي بتجيلك بالتاكيد انت بتحاولي توجهيهم زي ما حد وجهك. اكيد. صح؟ اكيد. كل بنت بتجيني بتخرج بمشروع. ايوه. انت حضرتك ازاي اتجهتي او ازاي جات لك الفكره او انك تشتغلي؟ جاتني عند. 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 عند مع مين؟ عند مع نفسي. بنتي حبت انها تتعلم الكروشيه، مامي انا عايزه اروح اخد كورس كروشيه، وابتدت تروح. ف اللي بيدوا كورس كروشيه دول مش احسن مني. حبيت الموضوع يعني. انا لازم ادرس الموضوع ده ايه، واوفر الموضوع ده لاولادي اول حاجه. فكان التفكير عن كده، ان انا لازم اشوف ولادي حابين ايه واوفر لهم الحكايه. ابتدت توسع بقى الحكايه مع الوقت، وابتديت اوفر اللي محتاجاه منطقتي، اللي محتاجاه اصحابي. برافو. لغايه ما بتوسع معايا الموضوع بالشكل ده. حاسه ان الموضوع ده فارق مع الناس اللي بتتعلم في اللي بيسموها الصناعات الصغيره، ان هي بتقدر تفتح بيت او تقدر تخدم روحها بنفسها. يعني بنات كتير عندي الحمد لله يا رب عملت مشاريع كتيره، وابتديت الحمد لله ان انا امول لهم المشاريع بتاعهم واعمل لهم دعايه. بنات كتير، وبحب دايما ان تعملهم دعايه كمان. اعمل دعايه للمجموعه بتاعتي يعملوا مشروع مع بعض، يعني احنا بنعمل مجاميع تيم ورك. بحب ان المجموعه كلها تعمل مشروع. يا بنات ايه رايكم نعمل مشروع بابسط حاجه؟ بحب اعمل لهم جروب كلهم يبقى في صله تواصل بينهم جامده، وبحس ان هم بعد ما خلصوا الكورس هم بيبقوا اصحاب كمان.
غالبيتهم بيبقوا اصحاب وانا وممكن صاحبته. يتبادلوا المنفعه، يعني بيتبادلوا انا لو انا عندي بيتبادلوا حاجه كتير. حلوه بنفعك وانت بتنفعيني، او هنشتغل مع بعض او نعمل شركه مع، صح كده؟ تمام. هو ده والله، برافو عليك. مجال حلو، مجال مسلي قوي، ولقيت نفسي فيه الحمد لله يا رب. ما شاء الله. بصي حضرتك يا استاذه ولاء، عارفه ان انا لما بقعد ساكت مش بلاقي حاجه في دماغي. ويجي قلتي وعمال تقولي من اول حلقه انت قلقانه مني ليه؟ والله العظيم هو يقلي لوحده. قلتي ايه؟ انا خدت الموضوع عندي صح؟ معلش ممكن بس الكلمه دي اظبطها مع حضرتك شويه؟ تمام. او نحاول نفصلها شويه، ايه رايك في التفصيله دي؟ نحاول نقصها شويه؟ الاثنين. لا هو حضرتك هي مش خدتيها عند، هو انت خدتيها بروح التحدي والاصرار. هي طبيعتي كده. ايوه طبيعتي كده، مش لازم اوصل. خلي بالك اصل العندي ده الناس عارفاه، ان دايما ممكن حد يعاند في الغلط. الحاجه العكس. انما حضرتك روحي التحدي والاصرار، انت حبيتي التعليم فتعلمتي. بحب اوصل في اي حاجه بقى، بحب ده طبيعتي، ده انا بحب اوصل، ما بحبش اخسر، يعني ما بحبش العب الجيم والالعاب دي عشان بخاف اخسر في الاخر. لكن طبيعتي ان انا خلاص وصلت في مشيت في طريق لازم اوصل لا فيه. لا ثواني، ما بتحبيش العب ايه؟ الالعاب، العاب الكمبيوتر والالعاب الجيمز عموما، اللي هي الالعاب انا ما بحبهاش لاني بخاف اخسر في النهايه. لكن انا طالما مشيت في طريق ده احساس داخلي، لازم اوصل. بتكلم في احساس داخلي، هي ما عندهاش استحمال او قدره على الاستحمال انها تفشل اصلا. يعني ما مش اقدرش، مش عايزاها، ما اقدرش اخسر، ما اقدرش. معلش حاجة، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ حاجه صعبه. مش عارفه، حاسه ان انا حاجه صعبه قوي قوي، حاسه صعبه صراحه، حاجه صعبه. هقول لك ليه، هي على قد ما هي بتدفعك للتفوق، بس بتبقى مؤثره جدا للبني ادم اللي بيبقى قلقان من الفشل، صح؟ مش قلقان من الفشل، يعني عمرك فشلت يبقى منع؟ اكيد في بني ادم، كل بني ادم لما كنت بقى بتحصلي حاجه بتعمل لك، يحصل لك دروب كده، كان كنت بتحسي بايه؟ لازم اقف تاني واكمل. هي دي الفكره بقى، لازم اقف تاني واكمل، ولازم اوصل لنهايه اللي انا فيه، حتى لو نهايته مش عايده عليا فايده. بتعاندي مع نفسك. مش عايده عليا فايده، بس لازم اوصل لنهايه اللي انا فيه. برافو عليك. بس بالتاكيد حضرتك لو لعبت الجيم وخسرت مره واثنين في الاخر هتكسبي. اكيد. انا بالمناسبه انا باخد بس مثال لحضرتك، قلت لي الجيم، انما ده لو طبقنا دي في كل حياتنا، ما انت لازم تخوض التجربه علشان لما تقع تنجح تاني. بحب اخد وانا هاديه، ما اخدش بتوتر. هي مش عايزه عصبيه في يعني ما هي مش عايزه بتوتر. تقعد تفكر وهي تحت ستريس جامد او يعني مشدوده، عايزة ما بتحبش هي الخنقه، ما بتحبيش انت الضغط. عايزه اخطط خطواتي الاول، همشيها يعني ازاي لغايه ما اوصل. يعني انت عمال الهاند ميد اللي بتشتغليها، خد بالك ده روقان، بتشتغليها وانت مش تحت ستريس؟ لا طبعا، ده عايزه روقان. لازم ده عايزه روقان. لازم فنجان القهوه وانزل للمتدربات بتاعتي هاديه الاعصاب. لو انت جالك اوردر، الاوردر ده مطالب منه 100 قطعه ولازم تخلصوهم في خلال 24 ساعه. هي مش مصنع، صح؟ لا مش مصنع. لا بيطلع للبنات شغل، البنات يعني، البنات اللي يعني حضرتك اللي بتديهم اوردر، اما هي مش هتشتغل بنفسها. مش بشتغل بنفسها. ما هو دي بالمناسبه دي ستريس اكبر. ليه؟ ده ضغط اكبر. يعني هو بيبقى تحمل ومسؤوليه صعب فيه. أيوة. ان انا عندي وقت لازم اخلص فيه ومتابعه العدد كله لغايه ما اخلص. انا عايز اثبت لك في الاخر ايه هو؟ لا انت بتشتغل تحت ضغط برضه. بشتغل تحت ضغط، ممكن بضحك على نفسي ان انا هاديه. وارد. بالمناسبه دي لا بقى، لا هي هقول لك حاجه دكتور علاء. لا هي حابه الحته دي، هي حابه تحس احساس انها رايقه ومستمتعه بالحاجه اللي بتعملها عشان تطلع شغل. اصل دي في فرق، ده احساس، في فرق شاسع جدا. لو هي كده ده اكسلنت، ودي تبقى دعوه لكل الساده المشاهدين، انك دايما حتى لو محطوط تحت ضغط انك تخليك ريلاكس. حضرتك بتعملي كده، انما هو اصلا في عليك ضغط. بمثل ان انا ريلاكس. بالمناسبه لكن كويس. جوايا بركان. انت عارف حضرتك اللي هو بيسموه ايه بقى؟ ده هو اللي هو بيسموه السيلف موتيفيشن. هو ازاي ان انت تبسط نفسك بنفسك في الحاجه اللي بتعملها، وازاي تطلع نفسك من الضغوط اللي انت فيها. تمام. يعني بحب ان اشتغل الحاجه اللي انا حباها، يعني مجال التفصيل اللي انا فيه مقسوم، رسم الباترون هو رسم الموديل، ومقسوم الخياطه اكيد. انا بحب رسم الباترون اكتر، بحس ان في فن، ان انا قاعده برسم وبفن فيه. الباترون ده بالمناسبه عشان نترجم، الباترون اللي هو التصميم بتاع اللبس اللي احنا هنلبسه. أيوة. شكل الجسم. لا استاذه ولا بقت معايا على الخط. ايوه يعني هي كمان عارفه، حاسه بطرف عينيها. انا حسيت ان هو باترون ده، انا قلت باترون ده ده عامل عليه علاقه بطار البطريق مثلا ولا حاجه. لا هو الباترون عباره عن ايه؟ يعني كلمه تقيله كل الناس بتسمعها واغلبيه بيجي يتعلمها. كنت اشوف ماما زمان تجيب الورق الطويل ده وتقول لك هو ده الباترون. هو ده الباترون. هو الباترون عباره عن ايه؟ خطوط الطول وخطوط العرض الموجوده في جسم البني ادم. يعني انا اول حاجه بشرحها للبنات، يا بنات يعني ايه باترون؟ بقول لهم، فبلاقي كل واحده بقى بتختلف عليا. طب نعرف اعزائي المشاهدين يعني ايه الباترون. الباترون هو خطوط الطول وخطوط العرض اللي موجوده في جسمنا. انا باخد الخطوط دي وبحولها على الورق
بنزلها على الورق وبعد كده بنزلها على القماش الورق. وده اللي هيطلع بالقماش مقاسك مظبوط؟ هو ده المعنى. اه يعني هي اول حاجه بتبقى معايا ان انا بعلم البنات ياخدوا ازاي طريقه المقاسات من على الجسم بالتفصيل، الكتف، دورانات الجسم، الاطوال بتاعه الجسم. هو ده الباترون اللي ده وش الدنيا. هو في عندي مثل الرجاله صح؟ في باترونات رجال وباترونات حريم، وفي عندنا بيبقى الرجال اغلبتهم بيلجأوا لموضوع الجلود، يعني مهنة جديدة. لا جلود اللي هو صناعة المحفظة والحزام والشنطة يدوي. لان مهنة جديدة يعني نزلت مصر وتكلفتها مش كتير حاسة. يعني ايه مهنة جديدة نزلت مصر؟ هي ما كانتش عندنا؟ يعني التفصيل من زمان، يعني زمان كانت لازم كل واحدة تتجوز معاها المكنة بتاعتها. تقصدي ان دي كانت من اساسيات ربت البيت صح كده؟ لازم تبقى معاها المكنه بتاعتها احتياطي عشان تقدر. فالتفصيل ده من زمان معانا، كل شيء من زمان. معلش هو ايه الفرق بين التفصيل والهاند ميد؟ انا مش يعني ما هو يبقى اذا الهاند ميد ده الهاند ميد يعني الصنعه بالايد، حاجه بشتغلها بايدي. طب ما هو الخياطه دي حاجه صنعه بالايد. بس منقسمه بقى مكنة. كل واحد حسب ميوله. بتشتغل على مكنه في هي بتعملها بايديها. بس بتحط المكنه وتشتغل عليها. في الهاند ميد ما بتعملش كده؟ لا الهاند ميد بتعملها كلها من ايديها. ده لا مش يعني قصدي ان الهاند ميد عامه مقسوم كذا كذا حاجه، ممكن انا اعمل كروشيه، ممكن اعمل تفصيل، ممكن اعمل جلود، كل ده شغله في الاخر اسمه هاند ميد، ان انا شغاله بايدي. يعني شفت بقى يعني انا شغاله بايدي. انا شغاله بايدي في الاخر. تمام. هي دي تعتبر كل اعمال الهاند ميد. يعني اذا ما بيخشش اله خارجيه من بره تعمل الحاجه. عشان اكيد في حاجات بتساعدنا، اكيد في حاجات بسيطه بتساعدني. يعني في التفصيل لازم مكنه هتساعدني في الاخر ان انا اقفل القماش. في الجلود اكيد في ادوات في ايدي بسيطه بشتغل بايدي، بس في الاول وفي الاخر ايدي سلاحي طبعا، هي اللي شغاله بيها في الاول وفي الاخر. فن وموهبه واحساس بالحاجه، وممكن كفكره ممكن تبدعي كمان. اكيد يعني. يعني الفاشن خيال ان انت من شكل شباك، من شكل ازازه اطلع موديل فستان. اسالك سؤال وانا متاكده ان كل واحده بتتفرج علينا النهارده يعني اكيد جواها بتسال السؤال ده. بتاعت كل واحد، مفيش حد كل واحد وواحده. لا الجزئيه اللي جايه دي بتاعت كل واحده. في حاجه في الدنيا يعني عرفت احساس اللي هو ايه، انا بدل ما ارمي حاجه هستفاد منها؟ انت بتحصل كده معاكي؟ اعاده تدوير. ايوه هو ده اعاده التدوير. شفت ان احنا من اي حاجه بنعمل يعني انا متاكده ان استاذه نجلاء ما اعتقد يعني ان مفيش حاجه عندها في البيت ما بتستفادش منها، ولو حاجه خلاص ادمت او هتترمي لا انا بجددها وبعمل اعاده تدوير. احنا بنقول للبنات كمان يا بنات هاتوا عندكم لبس ما ترميش. لبس مش بتلبسيه هاتيه، عندك بلوزه هاتيها، كملي عليها هاتيها. صح، بنخترع منها حاجات كتير. شفت بقى جزئيه اللي بنخترع منها حاجات كتير. يعني بقول لهم ماما عندها مثلا دي حلقه الموضوع صراحه. ماما عندها فستان قديم هاتيه وهنطلع منه شغل تاني وهنعمل منه حاجات. في ناس بتطلع حاجه واو من لا حاجه. لازم اعاده التدوير، لازم ان انت تنكشي في بيتك كده وتطلعي المستخبي وترجعي له بقى روحه تاني من جديد. لازم بنعمل كده وبنعود البنات على كده. يعني في ناس مثلا احنا عندنا مشكله السواري، بنلبس الفستان ما تبقيش عايزه تظهري فيه في مناسبه ثانيه، اصل ما ينفعش اظهر فيه في ما يعني احنا بنتكلم ضيفي له حاجات بسيطه. ما هي بقى الفكره ان الهاند ميد انا ممكن اوديه عند حد متخصص، او انا لو انا شاطره في الموضوع دوت انا ممكن اغير شكل او الستايل بتاع الفستان او الدريس اللي انا كنت لابساه في السوري بحاجه بسيطه، بحاجات ثانيه خالص. حاجه بسيطه بتدخلي له اي حاجه بسيطه، او حتى اكسسوار في الاخر بتدخلي له حاجه بسيطه بتغير ملامحه وتغير شكلك انت تاني من جديد، وتحسي انك معاكي خلاص فستان تاني من جديد انا بلبسه. تعرفي ازاي الالوان يعني في ناس تقول لك اللون ده ناطق عليكي، دايما نسمع الكلمه اللون ده كان ناطق عليكي النهارده. تمام. على اساس ايه بنوزع الالوان او بنحسها كده؟ هي الناس اللي بتحكم ولا انا ممكن ابص لنفسي في المرايه واحكم؟ لا انا من رايي ان انا ابص لنفسي في المرايه. وافرض انت شايفه نفسك حلوه والناس قالت لك عادي، وفي ناس لون تاني مش متخيله حلوه ابدا. انا فاهمه، انا ما بتكلمش على الكلام على الالوان اللي تنطق البني ادم. هو في الوان احنا عارفينها بطبيعتنا كلنا ان ده بيمشي مع ده وده بيمشي مع ده، بس في الاول والاخر لازم ابقى انا مرتاحه وانا لابسه ده. صح، يعني ده اللي انا ابص في المرايه انا واثقه في نفسي قبل ما انزل، مش شايفه نفسي. مبسوطه بنفسك. واثقه في نفسي ماشيه ومتحركه وانا واثقه في نفسي، لازم في الاول وفي الاخر كده. حضرتك فشلتي قبل كده في الهاند ميد؟ يعني في حاجه جديده تعمليها وبعد ما عملتيها حسيتي ان مش ده المفروض انها تطلع؟ اكيد حصلت. اكيد في الملابس لازم في البدايه بعمل الحاجه والقاها لا مش هو اللي انا عايزاه وابتدي افكها تاني من جديد، ولازم اغلط عشان اتعلم. لازم ده اللي بقوله للبنات عندي ان انتوا لازم تغلطوا. بصي هرجع تاني لبدايه الحوار اللي انت قلتيه، لان انا عمال افكر العندي لسه لا 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 في انك بتخافي تلعبي
جيمز على الموبايل او على الكمبيوتر احسن. يمكن فوبيا شخصك تنبيه. لا لا لا، هو هي الموضوع كله في كلمه واحده. انت مش حابه القصه بتاعت الجيمز والنبي حابه الهاند ميد، عشان كده انت غلطت في الهاند ميد وما زعلتيش. لا ما زعلتش، انما هناك الثانيه انت مش حباه ودي إيه بس بالعكس يعني ده ممكن اروح سايباه. لا صراحه ما اعرفش العب صح يعني. آه لا ما بعرفش العب، ما هو هي مش هي, هي من هي الموضوع من اساسه هي مش متقبله ان هي تقعد تلعب على الجيمز. مش حابه ان انا اسيب زي الكوره كده. انا اول لعبه سايبه لك مش دعوه، انما هي انما انا عايز اقول في الاخر دايما، ودي حتى دايما نصيحه بنصحها للساده المشاهدين، دايما لما تيجي تعمل حاجه الاول لازم تحبها، عشان لما تحبها هتبدع فيها. احنا طول عمرنا بنقول الاستاذ جيهان النهارده اللي حصل ايه، ان هي حبت الهاند ميد، غلطت وهي بالمناسبه كانت بتغلط عشان تتعلم وتبقى احسن. انما ما تعملش حاجه انت مش حاببها. ده الاحلى بقى يا دكتور علي، الاحلى ان هي لما تحب الحاجه او اي حد بيشتغل حاجه بيحبها بيعلم اللي حواليه برضه بحب. سبحان الله، يعني بيدي الطاقه اللي عنده دي بيحب يطلعها زي ما هي بتطلعها كده للناس بس كلها. بس دي بتختلف من شخص لاخر بالمناسبه. ما بيبقاش فيها يعني بيحب حاجه ما بيبقاش فيها انانيه. بس انا يعني انا اللي بيضايقني في الجيمز ان انا هلعب مين، هلعب مع مين، وهسابق مين، ولازم اخسر مين واكسب مين. ولادي مثلا وانا لازم اخسر. لا لا بس انت في الهاند ميد، لا بس انت في الهاند ميد انت بتسابقي. في الهاند ميد هسابق. اقول لك ليه؟ لان انت ما انت عندك حواليك ناس كتير قوي بتشتغل في الهاند ميد. صح؟ لا ده تحدي، ده انا لو قاعده على التنافس، ده تنافس. ده انا لو قاعده على الفيس ولقيت حد مشير بوست انا بتجنن. الله عليك. اللي هو مضاد صح؟ ده تنافس شديد. هي حابه المهنه او حابه الحرفه، لان هي حرفه فعلا عايز تبقى متميزه فيها هي حابه الحرفه فخلاص. لازم اوصل. تمام. لازم اعلى ولازم اكبر ولازم مبسوطه باللي وصلتي له اهم حاجه. مبسوطه بحب المتدربات ليا، يعني مبسوطه قوي ان هم اعتبروني، البنات اعتبروني مامتهم، واللي قد اعتبروني اختهم. ده نعمه ورزق من عند ربنا. مبسوطه قوي بيهم، مبسوطه ان هم بعد ما بيخلصوا الكورس بلاقيهم رجعوا لي تاني الحقيقه في حاجه واقفه. ليه علاقه بالناحيه التعليميه او الثقافه التعليميه يعني الناس البنات اللي بتجي لك؟ هل لا انا بتجيني ناس مش متعلمه. لا ده هو السؤال العكسي، بيجي لك ناس متعلمه وبيجيني ناس متعلمه واخدين شهادات عاليه بيجوني ناس واخده شهادات عاليه، بتجيني دكاتره وبتجيني محامين وبتجيني والله. وعايزه تتعلم لبيتها هايل، وبتجيني عايزه تشغل فراغها، بتجيني البنوته اللي لسه في الجامعه بتعافر بقى بين. انا عندي مشكله السكشن خير. ان انا ما عنديش خلق اقعد على مكانها دي، يعني ما هو يا خلاص ماما بندور على حاجه تاني. ماما انا ما عنديش خلق اقعد على مكان يعني اشوفها كده تقعد تقول لي طب حاولي، اقول لها يعني لا بقلق منها يعني، ما اللي هو طب ليه يعني اسهل لي انا ممكن لو حاجه مثلا عايزه انا اعملها اما مكنه وماما تقول لي لا صعب الموضوع عندي صعب. هل ده ايه بقى، خوف لا ده هو ولا لا إيه؟ لا يعني هو ده روقان. روقان صح؟ اقول لكم على فكره على الهواء. لا روقان، انا بحب ارسم باترون وهرسم الباترون على القماش واقص. انا بحب كده، انا بحب اديني اي حاجه اعملها على مكنه. ده بتخنقني. لا بتخنقني كون المكنه دي بتتحكم فيا، ده بيخنقني قوي. صح، تحسني في مكنه. يعني انت مش هتتحكمي فيا. اولا هو مش اي حد يقعد على المكنه صح؟ طبعا. أكيد. لا طبعا. هقول لكم على مفاجاه. خير. انا كنت بقعد على المكنه وانا عندي 10 سنين. تمام. بتعرف تخيط؟ ايه. لا واو والله العظيم كان عندنا مكنه في البيت. ضمي على الاكاديميه. لا ما تضمش على الاكاديميه. هي هنا المكنه. تضم على الاكاديميه. لا ما هو انا الستايل بتاعي ما ينطبقش على الاكاديميه. ليه يا عم؟ مش عندي مين. مش عندي مين. اسمع، هو حضرتك دلوقتي هي بتعتمد معظم شغلها على اليدوي. بس انا بالمكنه. انما انا على المكنه وبتاع ودوس. ده حلو قوي. لا استنى، ايه اللي خلاك تمشي في الموضوع؟ مامتي علمتهاني، كان عندنا مكنه في البيت. شفت في ان هي استعداد، الموضوع استعداد على فكره. مامتي علمتهاني. انا فعلا اتفاجأت ان جاني استاذ بيقول لي انا عايزه اتعلم المكنه. انا والدتي كان عندها مكنه وكنت بقعد على المكنه، وانا حابب ان انا اتعلم اقفل المكنه. انا اختي عندي بتموت في الموضوع. لقيت عنده استجابه حلوه قوي ان هو عايز حابب المكنه وعايز يتعلم يفصل عليها. دي من ضمن الحالات اللي شدتني حاله كمان، جاني ولد 12 سنه سم وبكم خالص وعايز يتعلم على المكنه. يا حبيبي ده يطلع عبقري ده بالمناسبه. بس كان التعامل صعب. معلش في الاول بس لما بالنسبه لك انت صح؟ صعب ان انا مش عارفه اوصله المعلومه. هو مش بيعرف يقرا ويكتب. ما حضرتك بقى تتعلمي ازاي؟ ده بالعكس انا حاسه انك انت هتديله اهتمام اكتر من اي حد. لا هي المشكله في الكوميونيكيشن، في سبل هي هتديله عشان مش عارفه توصله. هي سبل الاتصال، اصل ده علم تاني. توصل بينا ازاي؟ هو لازم هي هتتلاقي ممكن تتعلم. ايوه ما انا اقصد كده، هي هتديله اهتمام في انها توصل له المعلومه حلوه وينفذها صح كمان. ده بالعكس ده هياخد اهتمام اعلى منها، لان هي عندها العند ده، في عند جواها. يعني انا حابه ان انا اتعامل مع الشخصيه دي. بصي في سؤال عايز اساله. خير. وطول عمري كنت بسال السؤال ده لنفسي ومش لاقي له اجابه. تمام. زمان لما الواحد كان بيروح يفصل بدله بيروح حاطط اللي يجي في مرحله من مرحله التفصيل البدله بيحط الجاكيت كده مقطوع مفهوش كان عبد الحليم حافظ. لا ويحطه على زي كده تمثال خشب.
المانيكان ومعمول ومعمول بال بالدبابيس بالدبابيس والكلام ده المانيكان. هو ده البترول ده المانيكان. ده التشكيل على المانيكان. هو ايه الفرق بقى بينه وبين البترول ده عشان يظبط صح التشكيل؟ التشكيل على المانيكان ده دايما من الجقل. شفت الزولة ما كانتش عارفه هي بتتعلم. لا اصلا انا افتكرت اللي هي بتاعت زمان يحط ياقه واسوره وسماعه. لا 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 لا, لا, لا انا بتكلم في مرحله من مراحل تفصيل البدله. هو بيبقى حاطط على المانيكان كده. ايوه ايوه صح. واعملها بال هو الباترون كذا نوع. هو ده نوع من انواع الباترون. ده نوع من انواع الباترون. يعني انا بدرس دايما الباترون الايطالي ابسط انواع الباترونات بتطلع منه سواري وكاجوال. ده اللي هو المانيكان ده؟ لا الباترون نوع الباترون اسم لا الباترون. لا لا يعني المانيكان ده تشكيل مانيكان. ان انا بمسك حته القماش وبقى واخده المانيكان ده بنفس جسم حضرتك. مثلا انت بتلبسي مثلا 48 ولا 42 يبقى المانيكان ده 42 قدامي. ده انا يعني ده انا بجيب مانيكان نفس المقاس عشان اظبط عليه. كاني مخلياكي معايا بقى ليل ونهار وبلبسك. وعايزه اضيف هنا لا هحط مش عارفه بقى ايه. بقى احط حته على الظهر وادبس حته على الكتف وادبس لغايه ما البس المانيكان ده حته لما اشيل من على المانيكان يبقى على نفس الجسم بتاعي. ده انا بشتري البدله دي في 3 دقايق. ما هي في 3 دقايق ده انا بشتري البدله في 3 دقايق. زمان كانت البدله بتتفصل في 3 اسابيع. البدله دي قعدت 3 اسابيع بتتفصل. صح كده؟ بتتفصل لحضرتك في 3 دقايق. فعلا ارهاق وتعب. والله العظيم فعلا كل مهنه ليها ناسها وليها دماغها. بس انا عايز ربنا قالت البترون صح. انواع قالت النوع الايطالي هو اسهل نوع. في انواع تاني في البترون؟ في ايطالي. انا بس عايز افهم يعني ايه يعني ايه اسهل اسهل بترون؟ يعني مثلا زمان في اللي اتعلمناه في الدراسه كان بترون عقيم اللي هو صعب القديم صعب. اللي هو الورق ده القديم صعب 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 كله حسابات وكله اقسم واطرح واجمع واقف صعب. بس هو في حاجه صعبه بتواجهني دلوقتي ممكن اقول لك عليها؟ ان احنا مع الاسف بيقول لنا فاضل لنا دقيقه ونختم. لا فمعاكي لا 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 والله العظيم فحضرتك معاكي دقيقه اتكلمي بقى بيت البترول. اتكلم واقول ان الباترون الايطالي ابسط انواع الباترون. لا سيبك من الباترون ادي معلومه حلوه بقى كده لاعزائنا المشاهدين. المعلومه الحلوه ان نستفيد من الفيس. يعني انا بستغرب قوي الستات اللي بتقعد على الفيس تشير اغنيه وتشير فيلم وتشير وتشير. استفيدي شفت بقى استفيدي من الفيس. عايز اشكرك لان انت ختمت الحلقه بان احنا الفيس ناخده للجانب الايجابي مش الجانب السلبي. لازم استفيد. واعتقد ان اللي قرر ان يقفل الفيس بتاعه احتمال ما يقفلوش عشان المعلومه حضرتك قلتيها دي. كان في حد عايز يقفل الفيس بتاعه فهو مش هيقفل الفيس بتاعه. ميرسي ميرسي والله ومشرفانا النهارده ووشك كان حلو علينا ويا رب دايما كده نسمع عنك كل خير وتقدم لي حاجه حلوه للناس على طول. شكرا شكرا ليك وشكرا متشكره قوي لحضرتك. في نهايه حلقتنا اللي معانا الاسبوع الجاي عن ذا سيكريت الاستاذه ولاء هتعرفني يعني ايه ذا سيكريت. ذا سيكريت بقى انجيت انجيت. وانا هديكوا الوصفه السحريه انك ازاي تخس بطريقه سيستماتيك مش طريقه بطريقه بالراحه كده خاصه من دخول الشتاء. وان شاء الله عايزه تقولي حاجه قبل ما اقفل؟ لا انا عايزه اقول لكل اعزائي المشاهدين كل سنه وحضرتك طيبين ونشوفكم ان شاء الله على كل خير.